حياكم الله مستمعينا، رجعنا لكم إلى محطتنا الأخيرة لهذا اليوم وحديث عن موسم الشرقية ثقافة وطاقة، حيث شاركت السلطنة في موسم الشرقية بالمملكة العربية السعودية في أكبر تظاهرة سياحية وثقافية وترفيهية تحتضنها مدن المنطقة وتستمر حتى 30 من شهر مارس الجاري تحت شعار الشرقية ثقافة وطاقة. لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الاتصال الأستاذ عثمان بن علي الناجم، ممثل موسم الشرقية بالمملكة العربية السعودية. مساء الخير. مساء الخير. يا هلا والله، مساء النور. أهلين أستاذ عثمان، مساء الأنوار وحياك الله معنا عبر برنامج مع الشبيبة. يا هلا ومرحبا والله فيكم، ونتشرف فيكم وهاللقاء المميز. تسلم. تحدثنا مباشرة عن أهمية هذا الموسم وهذه التظاهرة الثقافية السياحية الترفيهية بالمملكة. صحيح، أول شيء أنا سعيد جدا بمداخلتي هذه، وإن شاء الله نفيد المستمعين يا رب إن شاء الله. إحنا أسعد. أكيد تفضل. بكل تأكيد الفترة هذه أكبر حدث تحتضنه المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. نعم. هو برنامج جودة الحياة 2020. بكل تأكيد هو أول موسم من مواسم المملكة. نعم. الإحدى عشر يمتد قرابة 17 يوم بمجموعة متنوعة بكل تأكيد من الفعاليات الشيقة وأنشطة ترفيهية وثقافية المميزة. نعم. خلينا بكل تأكيد أيضا. نعم. يعني الفعالية وأهميتها تخدم وترفع من مستوى جودة الحياة للمواطنين، بناء المجتمع الحيوي، في ذلك تعزيز. نعم. النشاط الاقتصادي في الدولة. نعم أكيد، ودائما نحن المتعارف عليه أن نربط اليوم السياحة بدعم الاقتصاد، ونتكلم أيضا عن الاستثمار في القطاع الثقافي، وهذه جوانب أساسية اليوم تنتهجها الكثير من الدول في استراتيجياتها وخططها. أستاذ عثمان، خلينا نتكلم عن المشاركة العمانية في هذه التظاهرة وإيش طبيعتها بالضبط. بكل تأكيد العلاقة السعودية العمانية يحرص كل الطرفين دوما على المشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة للطرف الآخر. في هذا المنطلق تشارك سلطنة عمان في فعاليات موسم الشرقية. تتركز طبعا مشاركة سلطنة عمان عن طريق الشاعر خميس المقمي في فعالية ليالي الشعر بقصر إبراهيم الأثري بالأحساء. كذلك تشارك معنا أكثر من 30 بحار وحرفي عماني في مهرجان الساحل الشرقي، عرض تراث عمان، أبرز الأدوات للإبحار قديما وصيد السمك واللولو، أيضا تواجد بارز وأعجب الزوار للحلوى العمانية. نعم. الجميل في ذلك أن تواجد عدد كبير من الزوار العمانيين في فعاليات الموسم المختلفة التي تجاوزت تقريبا 100 فعالية. نعم جميل، وجميل أيضا هذا التجمع اللي مثل ما أشرت أن اليوم الحرف موجودة، العادات موجودة، يمكن صحيح. الأهازيج موجودة، الشعر موجود، كل هذا في صحيح. فعالية واحدة وحدث واحد، وبالتالي هي فرصة للمهتمين بهذا الجانب، ليس المهتمين بالثقافة إنما أيضا لحابين يقتربوا ويتعرفوا على كثير من الجوانب المرتبطة بتراث الشعوب المشاركة أنهم يحضروا هذه الفعالية. صحيح، واللي يساعدنا في هذا الشيء أنه الفعاليات ترفيهية ثقافية علمية، هذا منطقة من مناطق يعني تتحرك فيها الفعاليات هذه. حبيت أركز أيضا على مشاركة الجهات الحكومية والأمانات في الموسم هذا، وبالتحديد في مدينة الجبيل الصناعية يشارك مجموعة من الجهات الحكومية، الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات. نعم. الفعالية الأخرى أيضا فعالية ذوي الهمم، الهيئة العامة للرياضة تنفذ بطولة المملكة للدبابات البحرية، الهيئة العامة للترفيه وبرامجها الترفيهية عرض المياه التفاعلي، الألعاب النارية،
أيضا الهيئة العامة للثقافة تنفذ الفعاليات التخت الشرقي ومعرض الفنون. نعم. هذا في مدينة الجبيل الصناعية، فما بالك باقي المدن المختلفة في المنطقة الشرقية. جميل هذا التنوع، وأيضا يعطي مساحة لكل شخص، يمكن يجينا 10 أشخاص يعني من فريق واحد، وبالتالي كل واحد ممكن يروح لاختصاص معين لفعاليتهم، ما هو تهم أيضا توجهاته، وبالتالي تحت مظلة واحدة هي موسم الشرقية ثقافة وطاقة. الأستاذ عثمان بن علي الناجم، نشكرك جزيلا على تواجدك معنا عبر هذه المساحة من خلال هذا المداخلة، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذه الفعاليات. يا هلا فيكم، وسعدت بمداخلتي. شكرا جزيلا. الله يبارك.